بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا ألف خير. النهاردة يا بنات جبت لكم بوصفة جديدة. وصفة النهاردة لعلاج النحافة، تمام؟ الوصفة بتاع النهاردة متكونة من ايه؟ من سكر وسمسم مطحون وحلبة مطحونة، بس ده شكل الحلبة وهو سليم. بعد ما طحناها هتبقى اهي، تمام؟ دي معلقتين من الحلبة المطحونة، هنحط عليها معلقة من السمسم المطحون اهو، ده شكله اهو، وتقلبي كده. اتعودي لما تيجي تعملي وصفة ما تحطيش كل المكونات ورا واحدة، حطي المكون الاول وقلبيهم مع بعض، حطي المكون الثاني وقلبيهم، تمام؟ عشان كل مكون يبقى واخد حقه في ان هو مخلوط مع باقي المكونات، تمام؟ اهو كده بالشكل ده. وبعد كده هتحطي عليهم دي طبعا معلقه سكر ومعلقه من السمسم المطحون ومعاهم معلقه من الحلبه اهي، دي شكل الحلبه اللي مش مطحونه، تمام؟ السليم. وهنبدا نقلبهم بالشكل ده، تمام؟ وبعد كده يا قمر هتعملي ايه؟ هتجيبي هتحطي يعني ايه شويه صغيرين خالص من الميه المغليه، تمام؟ مش كتير، يعني حاجه لا تسكر عشان وانت بتاكليها تتبلع سهل معاكي، تمام؟ اهو كده، تمام؟ يعني ميه مغليه هتحطي مش كتير، يعني ربع كوبايه مثلا، واقل كمان من ربع كوبايه. وتقلبي كده وتدوبيهم لحد ما يبقوا بالشكل ده، تمام؟ دي هناكلها 3 مرات في اليوم، مره الصبح، مره بالليل، مره العصر اللي هو ايه مع الغدا كده. الوصفة دي طبعا هناخدها كل يوم لمدة شهر، هتشوفوا النتيجة بتاعتها، تمام؟ ودلوقتي تكون خلصت وصفتي، ولا عجبتكم وعايزاكم تعملوا لي لايك وشير واشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.